السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة في كورس Design and Analysis of Algorithms. المحاضرة بتاعت النهاردة هنواصل فيها Preliminaries أو المبادئ بتاعت الكورس بتاع Analysis and Design of Algorithms. هنتكلم النهاردة مع بعض على حاجة مهمة جدا اللي هي Efficiency بتاع الالجوريزم. يعني إيه Efficiency of Computation؟ انا الالجوريزم بتاعي المفروض انه بيحل بروبلم معينه بعباره عن مجموعه من الخطوات. انا عايز اقيس الافشنسي بتاعته ده عشان اقدر اوصف في الاخر الالجوريزم ده هل هو افشنت ولا مش افشنت. فايه هو يا ترى المقصود بكلمه افشنسي اوف ا كومبيوتيشن؟ يعني ايه كفاءه الحسبه بتاعتي عباره عن ايه؟ دايما ده بيبقى عباره عن انه بيرفر لي الريسورسز ريكوايرد تو بيرفورم ذا كومبيوتيشن. يعني بتتكلم على كفاءة الكمبيوتيشن معناها ايه هي الريسورسز اللي انت استخدمتها عشان تنفذ الكمبيوتيشن دي. هنا في سؤال مهم، طب ايه هي الريسورسز دي؟ الريسورسز دي دايما هي عبارة عن حاجتين، time and space required عشان اكمبيوت الحاجة بتاعتي. يعني انا احتاجت وقت قد ايه عشان الالجوريزم بتاعي ده وقت يرن ويشتغل، والوقت هنا مش وقت معناه تايم بمعنى تايم، لكن ممكن ان احنا نعبر عنه بالنمبر اوف ستيبس، يعني عدد الخطوات اللي انا احتجتها قد ايه عشان اقدر انفذ او اخلص الكمبيوتيشن بتاعتي. الحاجه بقى الثانيه اللي هي عباره عن السبيس. السبيس دي بقى هنا المقصود بيها ايه؟ المساحه اللي انا استخدمتها. فطبعا ده بيبقى مصطلحين مهمين جدا في عالم الالجوريزمز اللي هو التايم كومبلكستي والسبيس كومبلكستي بتاعه اي الجوريزم في الدنيا. ان انا بدرس الحاجتين دول، تايم كومبلكستي والسبيس كومبلكستي. طيب لو انا عايز احسب دول، فاحنا اتكلمنا المره اللي فاتت في المحاضره اللي فاتت على الماشين مودلز المختلفه اللي موجوده، طبعا لما تيورينج ماشين، واتكلمنا على الميموري ماشين، واتكلمنا على المودلز الثانيه الحديثه. بما اننا بنتكلم على الاثنين الاساسيين دول، فما تيجي نشوف ازاي اقدر اعمل ايفالويشن لالجوريزمز بتشتغل على الحاجتين دول. يعني في التيورينج ماشين موديل هيبقى شكل الايفالويشن بتاع الحاجتين دول اللي هو التايم كومبلكستي والسبيس كومبلكستي يتحسب ازاي، ونفس القصه على الموديل الثاني اللي هو الميموري بيبقى عباره عن ازاي. طبعا بنفكر حضراتكم ان التيورينج ماشين حضراتكم فاكرينها مكونه من فاينات كنترول اللي هو كانه السي بي يو، مكونه من ريد رايت هيد بتبدا تتحرك على التاب، في انبوت معين بيبقى داخل موجود على التاب ده، كل التاب ده متقسم لمجموعه من السيلز، السيل الواحده من ديت قدامها احتمال من ثلاثه، يا اما يبقى فيها فاليو 1 يا اما يبقى فيها فاليو 0 يا اما مش مكتوب عليها حاجه. الريد رايت هيد بيقرا وفي موتور هنا بيبدا يحرك، ما قداميش اوبشنز خالص غير ان الهيد ده بيتحرك يا اما حركه يمين يا اما حركه شمال، حركه واحده بس ديبندنج على الفاليو اللي موجوده هنا وديبندنج على الستيت بقى. يعني لو كان ده 1 وقبله مش عارف 0 يبقى يتحرك ال 1 او 0 او 1 حاجه زي كده. طيب دي تيورنج ماشين. طب انا لو انا عندي في التيورنج ماشين دي عايز بقى احسب التايم كومبلكس تتحسب ازاي في الحاله دي؟ لو احنا فكرنا هنلاقي ان ايه هي البيزك اوبريشنز المتاحه في تيورنج ماشين. البيزك اوبريشنز العمليات الاساسيه المتاحه على المكنه دي او على الماشين دي هو يا اما اريد او رايت ليتر من على التاب، يا اما احرك الهيد دي سواء حركه واحده يمين او حركه شمال، يا اما اتشينج الستيت اغير الحاله من حاله لحاله ثانيه. طيب انا هفترض ان كل بيزك اوبريشن من دول اللي هو يا اما تعمل عمليه ريد او رايت ليتر على تاب، او انك تحرك الهيد، او انك انت تغير الستيت، ده بياخد 1 يونت اوف تايم. يعني ايه 1 يونت اوف تايم؟ واحده ما من الوقت، قد يكون مثلا ثانيه، جزء من الثانيه. المهم انك انت هتحسب انه اي عمليه من العمليات دي بتاخد وقت ثابت، وبالتالي فور ا جيفن انبوت لو في انبوت معين داخل على التاب الشريط اللي موجود على التيورنج ماشين دي، لو انا بقى عايز احسب التايم كومبلكستي هيبقى تعريفه ايه هنا دلوقتي؟ هيتعرف ازاي؟ The number of time the loop is repeated، صح كده؟ عدد المرات اللي اللوب دي بتبدا تتحرك، انهي لوب؟ اللوب بتاع الخطوات بتاعت الاوبريشنز، يعني هتعد كام خط؟ اتحرك، وقف، اتحرك، عد بقى، عد. يبقى الالجوريزم ده عشان يترن محتاج 20 خطوه مثلا،
ما هو انا بعتبر ان الخطوات دي كلها واخده وقت ثابت اللي هو 1 يونت اوف تايم. يبقى انا لو عايز اقيس التايم كومبلكسيتي لانبوت معين يبقى هو عباره عن النمبر اوف تايمز ذا لوب از ريبيتد. طب السبيس كومبلكسيتي عباره عن ايه بقى؟ الالجوريزم بتاعك ده محتاج سبيس قد ايه؟ هي السبيس هنا هتتقاس منين؟ من الميموري. هو فين الميموري؟ هو فينا في ميموري اللي هو الشريط اللي تحت. الشريط اللي تحت ده مش متقسم لسيلز. انت احتجت عشان ترن الالجوريزم دي كام سيل من دول خدت فيها قيم؟ يعني خدت فيها فاليو 1 ولا خدت فيها 0؟ تمام. يبقى السبيس كومبلكسيتي هنا هيتعرف تيورنج ماشين على انه عباره عن ايه؟ ذا نمبر اوف تشيكد سيلد اون ذا تاب. استخدمت كام سيل على التاب ده عشان ترن الالجوريزم بتاعي. وبالتالي تيورنج ماشين كده احنا عرفنا الحاجتين، التايم كومبلكسيتي هتتحسب ازاي؟ عدد المرات او الحركات او الخطوات او الستبس اللي انت عملت فيها اوبريشنز، والسبيس كومبلكسيتي هيبقى عدد التشيك دي سيلز اللي موجوده على التاب. فبالتالي انت تقدر كده تقارن ما بين الجوريزم والجوريزم على التيورنج ماشين عباره عن ايه. طيب ما تيجي بقى نتنقل للاجهزه بتاعتنا. الاجهزه بتاعتنا اللي هي معتمده على الرام موديل اللي احنا اتكلمنا عنها، ان في ميموري رام. الميموري دي متقسمه لنمبر اوف ووردز، كل واحده من دي وورد، دي بنسميها وورد ودي نمبر وورد ودي وورد. تمام. طبعا عدد كل وورد من دي لها ادرس. طب حجم الوورد الواحده كام بيت؟ يعني دول كام بيت؟ هو نفسه بيساوي عدد البيتس اللي بيتكون منها الادرس. يعني ده نفس العدد نفس العدد، بس طبعا الادرس بيبدا من 0000 لغايه لما يوصل لكلهم واحد. اما الداتا هنا القيمه بتاعتها انت براحتك تقدر تغيرها، لان قد يكون دي داتا ارقام يعني وقيم وفاليوز وكده، او قد تكون عباره عن انستراكشنز اوامر في قلب برنامج، الاثنين بيتشالوا في نفس المكان في قلب الميموري. هنا مفيش اي ريستريكشن، الادرس هو اللي ماشي بالدور، لكن الداتا او الفاليوز اللي موجوده دي ده على حسب انت بتنفذ ايه. يعني قد تكون انستراكشن امر، او قد يكون داتا فاليو ما بتبدا تتعامل معاه. بفكرك كمان ان الرام موديل الفكره بتاعته ان اي برنامج بتاعي الانستراكشنز بتاعته بتتحمل في الميموري دي. البروسيسور بتاعي جواه حاجه اسمها بي سي او بروجرام كاونتر، بيبقى فيه ادرس بيشاور على ادرس الامر اللي عليه الدور اللي عايز يتنفذ. الامر ده بيبدا يتاخد في قلب البروسيسور، البروسيسور بيبدا يفهمه، يبدا ينفذه بمساعده الريجسترز اللي موجوده، حسب الحسبه بتاعته يرجع الفاليو بتاعته مره ثانيه، ويبدا يحرك الكاونتر للامر اللي بعده وهكذا وهكذا. ده الفكره بتاعه الرام موديل. طيب لو انا كنت شغال رام موديل بالشكل ده وعايز احسب الحاجتين الافشنسي بتاعت الالجوريزم اللي هي ان تيرمز اوف التايم كومبلكسيتي والايه والسبيس كومبلكسيتي، طيب انا ابدا احسبها ازاي؟ التايم كومبلكسيتي هنا معناها انت احتجت وقت قد ايه عشان تنفذ الالجوريزم بتاعي. طب الوقت هنا انا دايما بعبر عنه بدلاله النمبر اوف ستيبس. طب هو مين اللي يحكم لي هنا في الرام موديل على عدد الستيبس؟ ايوه البروجرام كاونتر، لان البروجرام كاونتر ده ما هو دايما في كل مره بيشاور على امر خلص هتعمل له انكريمنت عشان الامر اللي بعده، خلص هتبدا تعمل له انكريمنت الامر اللي بعده. يبقى عدد المرات اللي البروجرام كاونتر ده هيحصل له فيها ابديت، يعني هيتعدل فيها عشان في كل مره بيروح للادرس اللي بعده للادرس اللي بعده للادرس اللي بعده، ده هيبقى الانديكيشن بتاع التايم كومبلكسيتي. انت خدت وقت قد ايه؟ خدته بان ذا نمبر اوف تايمز ذا بروجرام كاونتر اللي هو البي سي از ابديتد، عدد المرات اللي حصل فيها ابديت للبروجرام كاونتر. ده كده يبقى التايم كومبلكسيتي. طيب إيه انت بتاخد وقت قد ايه عشان تاكسس الميموري؟ هنا بقى في فرق رهيب ما بين الرام موديل وما بين التيورنج ماشين. بمعنى ايه بقى؟ لو احنا رجعنا للتيورنج ماشين وشكلها، لو احنا افترضنا جدلا ان انا واقف هنا في المكان ده والداتا اللي انا عايز اعمل لها اكسس البروسيسور ده محتاجها موجوده هنا في المكان ده، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه عشان الريد رايت هيد ده يوصل للمكان ده وهو واقف هنا هيضطر انه يبدا يتحرك وينفذ مجموعه من الاوبريشنز اللي هو في كل مره يتحرك خطوه 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 خطوه، كل ده عشان ياكسس داتا موجوده في مكان معين على الشريط اللي قدامي ده. تمام. يعني معنى كده انك كانك لو انت عايز لو احنا افترضنا ان التاب ده هو الميموري، يبقى انت عشان تاكسس حاجه من الميموري اضطريت انك تتحرك
كذا خطوة تنفذها عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها. ده في التيورينج ماشين. لكن في الميموري بتاعتنا العادية بتاعتنا دي، الاكسس بتاعها هنا بيبقى دايركت اكسس. يعني ايه دايركت اكسس؟ عايز تاكسس اي سيل في الميموري، ما بتضطرش انك تمشي عليها سيكوينشال. انت بتمشي عليها سيكوينشال في التنفيذ لان ده برنامج، لكن لما تعوز تاكسس اي داتا من اي حته هنا بتقدر تاكسسها في وقت ثابت. تاكسس هنا زي ما تاكسس هنا، تاكسس داتا في اول الرام زي ما تاكسس داتا في اخر الرام، التايم بتاعها ثابت. وده يمكن اللي بيخلي الرام اصلا اسمها رام. رام يعني ايه؟ راندوم اكسس ميموري. يعني راندوم اكسس ميموري ذاكره الوصول العشوائي، يعني انا بقدر اوصل لاي حاجه في اي وقت، مش انا بمشي بالدور مثلا. لا لا، ما فيش حاجه من الحاجات دي اقدر اتعامل معاها. فهنا اللي انا عايز اقوله ان في فرق ما بين الوقت اللي انا بحتاجه عشان اكسس الميموري في التيورينج ماشين عن الرام موديل. الرام موديل بيحقق خاصيه الراندوم اكسس، وده معناه انك انت دايما بتحتاج 1 يونت اوف تايم عشان توصل للحاجه اللي انت عايزها. اما في التيورينج ماشين لا، في التيورينج ماشين لو الداتا اللي انت عايز تاكسسها دي كانت لوكيتد بعيد عن المكان الحالي بتاع الهيد، ده معناه انه هياخد تايم، لان الماشين دايما هتضطر انها تحرك الهيد ده 1 باي 1 لغايه لما توصل للمكان بتاعه. يبقى الرام موديل الادرس بتاع الداتا بتاعي بقدر اوصل للحاجه باكسس بوان ستيب، اما التيورينج ماشين ده ديبندنج على مكان الداتا اللي انا ببدا اتعامل معاه. طيب في الرام موديل 1 يونت اوف ميموري، يعني وحده واحده من الميموري، الرام موديل بيتعامل دايما لما بيجي اكسس الداتا بياكسسها في صوره 1 وورد. 1 وورد اللي هي النمبر اوف بيتس اللي احنا كنا شايفينها قدامنا دي، وبياخدها مره واحده. يعني الرسمه نرجع تاني، ده يا جماعه الميموري متقسمه لنمبر اوف ووردز، دي كده بنسميها وورد ودي بنسميها وورد ودي بنسميها وورد. اما بيجي اكسس 1 يونت من دي بياكسس الوورد كلها على بعضها، ياخد بقى جزء منها الداتا عايز منها داتا، لكن هو بياكسس الوورد دي على بعضها تمام في الوان ستيب. طبعا احنا اتفقنا قبل كده بنراجع بس ان النمبر اوف ووردز دولت هم عددهم دول هو عباره عن بنفس عددهم، هو عباره عن في طبعا كل واحد فيهم له ادرس. فيعني لو انا عندي مثلا ان ووردز يبقى طبيعي جدا ان في ان ادرس اللي موجود، لكن هي ما بتتحسبش كده. هي عايزين نقول سايز الوورد دي قد ايه؟ سايز الوورد دي كام بت؟ فلو انا تخيلت ان السايز بتاعت الوورد دي، الوورد الواحده دي مثلا مكونه من ان بيتس، يبقى انا كمان عندي الادرس مكون من ان بيتس، يبقى انا عندي 2 اس ان من الادرسز اللي هم 2 اس ان من الووردز اللي موجود. تمام. في التيورينج ماشين البيت الواحده يونت، لان بفكرك انه في التيورينج ماشين كانت السل الواحده دي ما بتشيلش غير بيت واحده اللي هي 1 او 0، فعشان تاكسس بيت واحده محتاج انك تتحرك. على عكس في الرام موديل الوورد نفسها عباره عن ان بيتس مكونه من عدد كبير من البيتس، فانت هنا بتاكسس وورد بوقت ثابت، وورد كامله يعني عدد من البيتس، في حين التيورينج ماشين انت بتاكسس بيت واحده وبعدد كبير من الخطوات كوقت عشان اقدر اتعامل معاه. وبالتالي نستطيع قولا واحدا نقول ان طبعا تشتغل على الرام موديل، على ماشين رام موديل عشان تاكسس الميموري، فده اكيد هيبقى اسرع من انك انت تشتغل عليها على التيورنج ماشين، لانه طبعا ده بيحتاج خطوات، اما ده بيحتاج خطوه واحده بس اقدر اتعامل معاها، والخطوه بتاعتي في الرام موديل بتبقى شبه ثابته، فيكسد في الوقت بتاعي. طيب احنا كده بنتكلم على حساب الافشنسي بتاعه اي الجوريزم في الدنيا، خدناها من وجهه نظر الاثنين ماشين اللي اتكلمنا عنهم او التو مودلز بيتحسبوا ازاي. وكده كده احنا قلنا في عندي تايم كومبلكستي وسبيس كومبلكستي. لو احنا عايزين نلخص اللي احنا وصلنا له دوت بشكل عام، نقدر نقول ان اي الجوريزم في الدنيا بياخد انبوت عشان يطلع اوت. لو انت عايز تحسب الكمبيوتيشنال كومبلكستي بتاعته، فيبقى ده معناه انك انت بتفكر هو مستغل او محتاج ريسورسز قد ايه عشان الكمبيوتيشن. الريسورسز دي دايما بنبص على حاجتين،
time complexity و space complexity. تمام؟ ال time complexity بيبقى ايه المقصود بيها؟ the number of steps required for the computation. انت بالظبط عملت كام خطوة عشان توصل وتخلص الحسبة بتاعتك. ال space complexity بتبقى the number of words, عدد اللي هي بقى المساحة اللي انت محتاجها من الميموري ولا استغلتها, محتاج قد ايه عشان الكمبيوتيشن عشان اقدر اقارن الجوريزمات ببعض. طيب لو احنا جينا تخيلنا مع بعض مثال انه كانت الكمبيوتيشنال كومبلكستي بتاع برنامج معين بيرن على كمبيوتر فور سبيسيفيك انبوت اكس, يعني تمام لانبوت معين. ما لازم دايما لما نيجي نحسب الكفاءة بتاعت الالجوريزم او الافيشنسي بتاعت الالجوريزم بتكلم على انبوت معين. فأول حاجة بنعملها بنبدأ نثبت الماشين موديل, يعني لازم اختار انا هرنه على ايه, على تيورينج ماشين ولا على ميموري موديل. تمام؟ وببدأ بعد كده البروجرام اللي انا هبدأ اركبه ده ابدأ ارنه على الماشين دي, بعد كده ابدأ اديله الانبوت بتاعي. فالتايم كومبلكستي في الحالة دي هي هتبقى عدد الخطوات, في حين ان السبيس كومبلكستي هيبقى عبارة عن النمبر اوف ميموري سيلز اللي انت احتجتها على الماشين ديت. لو انا عندي تو الجوريزمز A و B وعايز ابدأ اعمل كومباريزون ما بينهم, تمام, عشان ابدأ اقارن واحدد في الاخر مين فيهم الاحسن او الافيشنسي بتاعته احسن, في الاول لازم الاول احدد الماشين موديل اللي هستخدمه مين, وببدأ اعمل امبلمنت للتو الجوريزمز, اعمل لهم برنامجين, برنامج بيمبلمنت الالجوريزم الاولاني سي هيبقى اسمه بي اي, وبرنامج بتاع الالجوريزم الثاني بي بي. يبقى بي اي ده البروجرام اللي بيمبلمنت الالجوريزم ايه, وبي بي ده البروجرام اللي بيمبلمنت الالجوريزم بي. طيب عشان تقدر تقارن ما بين التو الالجوريزمز دولت, عشان تقدر تحدد مين فيهم الاسرع, لازم المقارنه بتاعتك تبقى بتشمل يعني احتمالات كتيره للانبوت. ليه؟ لان احيانا ممكن الجوريزم ايه ده يرن اسرع من بي في حالات صغيره, في حين ان بي بيرن اسرع في حالات اكتر. ده معناه انك مش كفايه انك انت تجيب لي حاله او انبوت معين وتدخله على الالجوريزم هنا وده على الالجوريزم التاني وتقارن, اه والله ده الاسرع يبقى خلاص خلصت. لا, ده انت محتاج تجرب كل الاحتمالات الممكنه عشان تقدر تقرر فعلا الالجوريزم ده احسن ولا مش احسن. عشان كده بيفضل دايما, هل انا هقعد ارن على كل حاجه؟ لا, ده بيفضل انك انت بتختار حاجه بنسميها worst case scenario. worst case scenario يعني بتحاول انك تتخيل اسوأ حالة الالجوريزم ده هيبدأ يتعرض لها لانبوت معين وفي لينس ان, وتجرب كل الحالات بتاعته, وبناء عليه تبدأ تحسب بقى الكمبيوتيشن تايم بتاعه عبارة عن ايه والكمبيوتيشن سبيس في حالة الworst case دي, فتطلع بما يطلق عليه اسم worst computation time, اسوأ وقت للكمبيوتيشن هيبقى كام, وأسوأ space انت حسبتها للcomputation ديت, يعني أسوأ مساحة, أكبر مساحة انت ممكن تبقى محتاجها من قبل الميموري هتبقى عبارة عن ايه. يبقى عشان كده بيقولوا دايما اني عشان احكم كويس على الالجوريزمات واقدر اعمل ما بينهم وما بين بعض comparison في البرفورمانس بتاعهم, بختار دايما ان انا اتعامل معهم في الworst case, لان الحالات التانية اللي هي بتتخلص بسرعة دي وبترن بسرعة ما بتبقاش كافي انك انت تحكم بيها وتقارن ما بين تو الجوريزمز. انت بتدور على الورست كيس ايه وتبدا تدخل كل الحالات بتاعته عشان تقدر تحكم على مين فيهم الاكثر كفاءه. التايم كومبلكسيتي اوف ان الجوريزم ايه, لو احنا بنقول تخيلنا ان بي اي ده هو عباره عن بروجرام اللي بيمبلمنت الالجوريزم ايه, ولو احنا تخيلنا ان التايم كومبلكسيتي بتاعته يعني الوقت اللي هو كان هيحتاجه الالجوريزم ده عشان يرن هو عباره عن تي اوف ان, تي اوف ان يعني التايم في حاله ان كان الانبوت اللي داخل اوف لينس ان, تمام كده. فاحنا نقدر نقول انه التايم كومبلكسيتي ديت هي عباره عن ذا لونجست كومبيوتيشن ستيبس هتعرف على انها
أطول عدد خطوات أنا محتاجها عشان البرنامج ده يرن تحت كل الـ possible inputs بتاعت x of length n. ده definition، يعني عايز يقول إن لو عندي algorithm اسمه A وعملت له implementation في program اسمه BA، وإذا عايز تحسب بقى الـ time complexity بتاع الـ algorithm ده، فبيقول لك هو بيتعرف على إن هو عبارة عن أطول عدد خطوات ممكن تحتاجها لتنفيذ البرنامج بتاع بي اي ده تحت كل الاحتمالات الممكنة للانبوت ديت، وفي اللينس بتاعي عبارة عن ان. تمام. For the time complexity of two algorithms A و B، لو انا عندي بقى اتنين الجوريزم A و B وكان التايم بتاعهم الاولاني خد time complexity تي اي اوف ان والتاني تي بي اوف ان، لو انا لقيت ان تي اي اوف ان دايما اقل من تي بي اوف ان، يعني التايم بتاع الالجوريزم الاولاني بيبقى اقل من التايم بتاع الالجوريزم الثاني فور افري ان لكل الاحتمالات بتاع الان، ساعتها فعلا اقدر اقرر واقول يبقى الالجوريزم A is faster than الالجوريزم B، يبقى ساعتها الالجوريزم A اسرع من الالجوريزم B. طبعا ده من وجهة نظر التايم كومبلكسيتي، يعني الوقت بس. ونفس الكلام ممكن يبقى الشبه بتاعها في حالة الايه السبيس، يعني بياخد بقى مساحة قد ايه من الماب. ما احنا عندنا اتنين كومبرومايز بنحاول نوصل ما بينهم، يعني عندي حاجتين تو فاكتورز اساسيين، تايم وقت الالجوريزم بياخده، وسبيس مساحة من الميموري. ساعات بنضحي بواحد على حساب التاني، ساعات الاتنين مهمين بالنسبة لنا، ساعات ده مهم وده اقل اهمية وهكذا. طيب حاجة أساسية معايا بتأثر في الكفاءة بتاعة الألجوريزم هو حاجة بنسميها الـ Data Structures. الـ Data Structures حضراتكم طبعاً درستوا كورس Data Structures. Data Structures اللي هي طرق تنظيم الداتا في الميموري. أحياناً تبقى أنت الألجوريزم بتاعك كفء وحلو وكويس وكل حاجة، بس أنت أسأت اختيار الـ Data Structure بتاعك، يعني حطيت الـ Data بتاعتك في قلب الميموري في Structure مش صح، في ستراكشر مش كفء، فده بيأثر بشكل كبير على البرفورمانس بتاع الالجوريزم بتاعك. تمام. يعني مثلا الداتا بتاعتك بتتميز بان هي الحجم بتاعها مش ثابت وبتتغير بسرعه كتير. طب ما طالما الحجم بتاعها مش ثابت وبتتغير كتير، يبقى ما ينفعش تخزن الداتا دي مثلا في اري، الاحسن انك انت تحجزها في لينكد ليست. طب لو انت حطيتها في اري يبقى انت بتضيع وقت وبتزود سوء على الالجوريزم بتاعك. ليه؟ لان ده معناه انك حجزت اري سايزه 10، بعد شويه اتغيرت فتضطر انك انت تحجز اري تاني 11 عشان تنقل ال 10 دول وتزود عليهم واحد، بعد شويه اتغير تاني ترجع تحجز اري تاني. انت كده استخدمت داتا ستراكشر غلط، فانت قاعد عمال تعك. لكن لو كنت من البدايه حسيت بالفاريابيليتي بتاعت الداتا دي وان الداتا دي بتتغير على طول، فقررت من الاول انك تحطها لينكد ليست، يبقى في اللينكد ليست الاضافه والحذف سهلين بسرعه. الاضافه معناها نودة جديده وتربطها بالليسته بتاعتك، الحذف انك انت تغير اللينكات وتوقع النودة، فالموضوع بيبقى سهل معايا. يبقى الداتا ستراكشر الغلط لازم بتاثر بشكل غير طبيعي على الالجوريزم بتاعي. عشان كده كمان في كورسات اصلا داتا ستراكشر بتدرس، بتدرس اسمها كده داتا ستراكشر اند الجوريزم، في كتب نازله كده المادتين بيدرسوا مع بعض الداتا ستراكشر والالجوريزمز، لان في علاقه غير يعني ارتباط وثيقه ما بين الاثنين، الاثنين بيأثروا مع بعض. بيقولوا ان الداتا ستراكشر والالجوريزمز هما دول الفاندمنتال بيلدينج بلوكس لاي سوفت وير في الدنيا، احيانا بيعتبروهم وجهين لعمله واحده. حتى في كتاب مشهور قوي لواحد اسمه نيكولاس سوريرس، ده كتب كتاب الكتاب نفسه اسمه كده Algorithms plus Data Structures equal Programs. تمام. يعني الالجوريزمات مع Data Structure هو ده عبارة عن البروجرام بتاعه. Data Structures بشكل عام بتتقسم إلى two main classes: Primitive Data Structure و Non-Primitive Data Structure. يعني Data Structures أولية، ودي اللي هي الداتا تايبس العاديه، انتجر وفلوت وكاركترز والبوينترز، بتدخل في البريمتيف داتا ستراكشر. النون بريمتيف داتا ستراكشر اللي هي الداتا ستراكشر اللي مش اوليه دي، اللي هي بقى بتشمل الاريز، بتشمل الليستس، بتشمل احيانا الفايلز. والليست دي في حد ذاتها بتتقسم كمان لنوعين: لينير ليست، لينير خط كده، يعني اللي هو الستاك والكيو،
اما النون لينير اللي هي بيدخل فيها التري والجراف، كل دي امثله مختلفه للداتا ستراكشر. فمهم قوي وانت جاي بتبرمج انك تختار الداتا ستراكشر المناسبه من دول، سواء كنا بنتكلم على بريمتيفز او نون بريمتيفز، لان ده كله بيأثر في الامبلمنتيشن وبيأثر في بالتالي في الكفاءه بتاعه الالجوريزم بتاعك، سواء من حيث التايم كومبلكسيتي او سواء من حيث السبيس كومبلكسيتي بتاعك. تعالوا ناخد كذا مثال كده على الجوريزمات الجوريزمز مختلفه متاثره بالداتا ستراكشرز، يعني كل الجوريزم من دول مستخدم داتا ستراكشر مختلفه في القصه بتاعتي. طبعا اللي قدامي ده شكل من اشكال التعبير عن الداتا عن الداتا ستراكشر اللي هو الالجوريزم اقصد، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بستخدم داتا ستراكشر وبكتبه في قلب الالجوريزم، ده اسمه سودو كود. سودو كود اللي احنا عشان اكتب الالجوريزم يا اما استخدم سودو كود يا اما استخدم فلو تشارت يا اما استخدم ستراكشر انجلش، ده هيتغطى في السكشنز بتاعه الماده. بتبداوا تشوفوا يعني انواع مختلفه ازاي ابدا اعبر بيها عن الالجوريزم بتاعي. فاللي قدامي ده يعتبر شكل من اشكال السودو كود للتعبير عن الالجوريزمز المختلفه اللي معايا. اللي قدامي دوت ده الجوريزم 1. الالجوريزم ده بيعمل امبلمنتيشن لحاجه اسمها افريج، بيحسب المتوسط. الافريج بتاع اس كوما ان اللي هو عباره عن ايه ده؟ يعني بتعمل ايه دي؟ بتكمبيوت ذا افريج سكور اوف ان سكورز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيحسب متوسط السكورات بتاعه عدد معين من السكورز سايزه ان. ماشي، ايه دول بقى؟ الانبوت بتاعي ان انا باخد اري اوف سكورز، يعني معايا اري داخل مكون من ان سكورز، ده الان ده النمبر اوف سكورز. ايه الاوتبوت المطلوب؟ انك تحسب الافريج بتاعهم. فايه الالجوريزم عامل ازاي؟ الالجوريزم انك انت هتعمل فاريبل اسمه اكس انيشاليز بزيرو، تمشي لوب على الاري دوت، وفي كل مره بتعمل سمشن او بتجمع في الاكس دي ان الاكس عباره عن الاكس القديمه زائد الاس اوف اي اللي هو السكور ده، تمام؟ وفي الاخر خالص عشان تحسب الافريج بتاع الكلام دوت هتاوتبوت اكس على اي. الكلام اللي قدامنا ده تحس ان هو مش كود، ده مش كود سي بلس بلس، لكن ده طريقه للتعبير عن الالجوريزم بالسودو كود اللي هو كود زائف او بالطريقه دي. انا هدفي دلوقتي بس ان انا بوري لك ان ده مثلا الالجوريزم اهو معتمد على استخدام اري عشان يقدر يحسب الافريج اللي معايا. فده مثال لداتا ستراكشر. هنشوف دلوقتي مثال تاني مع بعض اللي هو البرنامج دوت اللي هو عباره عن الالجوريزم التاني. ده الالجوريزم سواب اكس واي، بي اوبريت تو فاريبلز اكس واي، بيشتغل على انه بياخد اتنين فاريبلز اكس واي وبيبدل ما بينهم بمجموعه من خطوات البروسيسنج. في الاول مثلا بيقول اكس، بياخد قيمه الفاليو بتاعت اكس ويجمعها على واي ويحطها في اكس، بعدين يرجع ياخد القيمه بتاعت الواي الاكس الجديده اللي طلعت يطرح منها الواي ويحطها في واي، بعد كده الاكس ديت يحط فيها اكس ناقص واي ويقوم عامل اوتبوت لاكس واي. الالجوريزم اللي قدامي ده بيشتغل اهوت على عمليات معينه او مجموعه باستخدام تو فاريبلز عاديين اللي هم الاكس والواي بدون استخدام الاري، فهو كده اشتغل على بريماتيفز داتا ستراكشر. احيانا بيبقى فيه سبروتين واستخدام فانكشنز، يعني انك انت في قلب الالجوريزم بتاعك بتعمل بقى فانكشن كده صغيره على جنب وتبدا تعمل لها كول وتوظفها في قلب البرنامج اللي معايا. الالجوريزم اللي قدامي ده مثلا بيحسب برنت افريج 2، بياخد اتنين اريز، اري اسمه A واري اسمه B. الاري اللي اسمه A بيبقى جواه 100 داتا ايتمز، الاري اللي اسمه B جواه 1000 داتا ايتم، تمام؟ وبعدين بيحسب الافرج بتاع ده لوحده والافرج بتاع ده لوحده ويبدا يطلع الافرج دي. فاول حاجه اهو في اول خطوه اوتبوت ذا افرج اوف ان اري A، فبينادي على فانكشن اسمها افرج A و100، بعت لها الاري وبعت لها سايز. بعد كده عايز يعمل اوتبوت للافرج بتاع الاري B، فبيعمل كول على الفانكشن ده افرج B و1000، تمام؟ هو هنا في الالجوريزم اللي قدامي اعتمد على سب روتين او فانكشن اللي اسمها افريج دي، بدا يناديها ويبدا يتعامل معاها عشان يقدر يشتغل عليها. دي بقى مثال اخر اهوت الالجوريزم تاني اللي هو برنت افريج ان بي. المره دي هو هيطلع ذا بيتر 1 اوف ذا 2 افريج اوف 2 اريز،
يعني مش هيحسب بس الافرج بتاع اي وبي، عايز يختار منهم الافرج الاحسن. الافرج الاحسن هنا المقصود بيها الاكبر يعني. فهنا اختلف بالخطوات، عمل ايه بقى؟ نادى على الفانكشن افرج اي و100 ديت، اللي هو بعت لها الاري اللي اسمه ايه اللي مكون من 100 اليمنت، وقال له احسب لي الافرج وخزنه في فاريبل اسمه ايه. بعد كده نادي على الافرج ديت وبعت لها الليسته الثانيه اللي هي بي اللي سايزها 1000، واحسب لي الافرج ده وخزنه في بي. اف الاي اكبر من البي، لو كان الاي اكبر من بي طلع ايه، لو كان العكس طلع بي. بيحسب الافرج هنا وبيحسب الافرج هنا وبيشوف الكبير فيهم مين ويبدا يطلع. ده بيوظف الاريز وبيوظف الفانكشنز او السب روتينز في قلب الالجوريزم ده. من الالجوريزمات المشهوره طبعا التعامل مع الاري. التعامل مع الاري، الاري اللي قدامنا دوت بيعمل انشياليزيشن لتو دايمنشن اري. الانبوت بتاعه عباره عن تو دايمنشن اري بي سايزه ان في ام، فالاوتبوت ان هو هيعمل انشياليزيشن لكل الاليمنتس بتاعت الاري بزيرو لكل الفاليوز بتاع الاي والجي. فطبعا ده اوتوماتيك معناها تو نستد لوب. اللوب الاولانيه بتلف من زيرو لغايه 1 من لغايه ام، دايمنشن الاولاني يعني، والثانيه من جي بتساوي زيرو لغايه ام، وبعدين بيبدا ينشالايز بي اوف اي وجي بزيرو. هنا في الالجوريزم اللي قدامي ده استخدم داتا ستراكشرز اللي هو اري بس تو دايمنشن مع شويه انشالايزيشنز بيبدا يعملها عشان يبدا يتعامل معاها. مثال اخر برضه تو دايمنشن اري المره دي، والتو دايمنشن اري دوت هو عايز يبدا يغير، فهو نفس الكود بيعمله بس بدل ما بيشتغل رو بيشتغل كولومز. يعني في الكود الاولاني اشتغل اي جي، في الكود الثاني اشتغل جي اي. فهنا كان شغال الاي شغاله من زيرو لام، هي لسه الاي هنا شغاله من زيرو لام، بس هو فوق كان مثبت الكولوم وهنا مثبت الرو. الاثنين هيؤدوا في الاخر الى نفس الانشياليزيشن، بس الفرق انه كان شغال واحد كان شغال رو رو وهنا بيشتغل كولوم كولوم عشان يبدا يعمل الانشياليزيشن بتاعتي. الفكره كلها هنا ان احنا بنوصل لاننا عايزين نقول ان عشان احسب الكمبيوتيشن بتاع اي الجوريزم في الدنيا لازم اكون واخد بالي انه الداتا ستراكشر بتاثر كمان معايا في الكفاءه بتاعه الالجوريزم بتاعي. يعني اختيار الداتا ستراكشر غلط كان يؤدي بيا الى كمبيوتيشنز اكتر او سبيس اكتر، فلازم ابقى اخد بالي من الجزئيه دي. شكرا لحضراتكم.